يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران. يا قارئ الآيات يا قارئ القرآن داوي قلوبنا بتلاوة تزدان بالتجويد يتلو فيفتح ألف باب للتقى ويفك عن نفسي أشد قيود. اقرأ لتفهم أمتي معنى الهدى معنى بلوغ مقامها المحمود. يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشى إلى حوض الهدى المورود. شرف مسامعنا بآيات الهدى وافتح منافذ دربنا المسدود وأقم من الإخلاص قصرا شامخا يدني إلى عينيك كل بعيد. يا قارئ القرآن داوي قلوبنا بتلاوة تزدان بالتجويد يتلو فيفتح ألف باب للتقى ويفك عن نفسي أشد قيود. اقرأ لتفهم أمتي معنى الهدى معنى بلوغ مقامها المحمود. قل للذين تنكبوا درب الهدى جهرا ولم يتمسكوا بعهودي هذا هو القرآن دستور الهدى فيه الصلاح لطارف وسديد. قرآننا جسر النجاة لنا بما يحويه من وعد لنا ووعيد. يا قارئ القرآن داوي قلوبنا بتلاوة تزدان بالتجويد يتلو فيفتح ألف باب للتقى ويفك عن نفسي أشد قيود. اقرأ لتفهم أمتي معنى الهدى معنى بلوغ مقامها المحمود. لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلق. طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران. يا قارئ الآيات يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان
والروح والريحان يا حامل القرآن، قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان. والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل، بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات. شاء الإله أن يكون معملا، والمرء طول عمره معاش يحيا أملا، والمرء طول عمره معاش يحيا أملا. لننطلق إلى العلا، لنهتدون أولا، لنطلب العلوم نهتدي بها مشاعلا. يا حامل القرآن، قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان، والروح والريحان.